ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. من ضمن الاسئله اللي جات لنا ابني متعود دايما وهو نازل من عند خالته او من عند عمه او عمته او ايا كان اللي عنده، يعني لازم ياخد لعبه من لعب ابنه او بنته، يعني ياخد لعبه من عند خاله، من عند خالته، من العاب ولاد خاله او خالته. تمام؟ الحاجه دي صح ولا غلط؟ مبدئيا كده، وفي المقابل ده لما الاولاد دول بيجوا لنا البيت انا بديهم لعبه من لعب ابني وهم نازلين ماشيين، نظام تبادل يعني، تمام، مقايضه، انت تديله لعبه النهارده ولما تجي لنا بكره هتاخد لعبه. طيب هو ده ما ينفعش، ده ما ينفعش خالص. يا ريت لو ده بيحصل حضرتك توقفيه. ليه؟ حتى لو ابنك موافق انه يدي اللعبه بتاعته، لان اولا هتعلمي الطفل ان مفيش حاجه اسمها خصوصيه ومفيش حاجه اسمها ممتلكاتي. اللعب دي بتبقى ممتلكات ابنك او بنتك، ولما تيجي في حاجه صغيره يحس ان بعد كده اي حاجه عادي ياخدها، يقدر ياخدها من بيت خاله او خالته، والعكس ابن خالته او ابن خاله هيقدر ياخد برده اي حاجه من عندكم عادي. تمام؟ فلو ده بيحصل هنوقفها، لان احنا كده ما بنعرفش ولادنا ايه هي الملكية، بنخلي اي حاجة عايزينها ياخدوها عادي براحتهم، ما هم قرايب في بعض. لا، ده هيبدأ مع القرايب في بعض وهيدخل في اي، هيدخل مع ناس تانية غريبة، وهيدخل في النادي، وهيدخل في اي مكان ان هو عايز ياخد الحاجة ياخدها ويمشي. تمام؟ وده طبعا ما ينفعش احسس الطفل انه حاجة عادية. كمان ما تسمحيش برضو لحد انه ياخد من لعبه طالما هو مش موافق، قصدي وحتى لو هو موافق. تمام؟ ليه؟ عشان انت الطفل دلوقتي بتعلميه حاجة اسمها الملكية، ان مثلا الساعة دي بتاعتك، القميص ده بتاعك انت، اللعبة دي بتاعتك انت، فدي ممتلكاتك فلازم تحافظ عليها. والعكس برضو مع ابن خاله او خالته، حاجة غيرك لازم نحافظ عليها لانها مش بتاعتنا. تمام؟ نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.